قمة نهاته وتثمن تثمينا عاليا الزخم الإيجابي الذي صاحب تجسيد هذه المبادرة القيمة من لدن السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. إن هذا الزخم يعني أن الأمل لا يزال قائما في أن تستعيد منظمتنا الأممية زمام المبادرة وأن تتولى دورها كإطار جامع لبلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات الماثلة أمامها. فالمجموعة الدولية أحوج ما تكون اليوم إلى صحوة جماعية لتدارك خطورة الأوضاع الراهنة، وهي أحوج ما تكون كذلك إلى هبة مشتركة لتجاوز المخاطر التي تنهال عليها من كل حدب وصوب، سواء تعلق الأمر بالأزمات والحروب التي تتفاقم وتتراكم يوما بعد يوم، أو بالفوارق التنموية التي ما فتئت هوتها تتزايد وتتسع، أو بالتهديدات المناخية والمخاطر البيئية التي بلغت حدتها مستويات غير مسبوقة. ومن هذا المنظور فإن الجزائر ترحب بما أفضت إليه قمتنا من مخرجات نوعية، وتلتزم بأن تساهم بالقدر المنوط بها في تجسيد مضامينها على أرض الواقع، كما تؤكد بلادي على حتمية إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فغياب هذا التوازن بعينه يعد أهم مصدر للتوترات والاضطرابات والاختلالات التي تصاحب حوكمة العلاقات الدولية، لا سيما بالنظر لتهميش الدول النامية وفي مقدمتها دول قارتنا الإفريقية في مجلس الأمن بصفة خاصة، وفي مختلف المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية بصفة عامة. ومثلما نحن مقتنعون من أن منظومة الأمم المتحدة لا بديل لها ولا غنى عنها، نحن كذلك متيقنون من أن هذه المنظمة بحاجة إلى إصلاح عميق، إصلاح يضمن استمراريتها وقدرتها على التكيف مع تحديات ومتطلبات عصرنا بكافة أشكالها، وإصلاح يعيد دورها الحيوي بصفتها القلب النابض للدبلوماسية العالمية وللعمل الدولي متعدد الأطراف، وإصلاح يمكنها من التكفل بتطلعات الأجيال الحاضرة والمستقبلية على أكمل وأمثل وأعدل وجه ممكن. وشكرا لكم. أشكر.